دعنا ننتقل إلى الزميلة ماري سالم أيضا من بيروت. صباح الخير ماري. يعني تابعنا التراجعات بالأسواق الخليجية منذ جلسة أمس، اليوم أيضا تحديدا الأسواق الإماراتية تراجعات، ولو أن التراجعات ليست كبيرة، ما الذي يضغط على الأسواق اليوم ماري؟ صباح الخير ألاء. فعلا تراجعات يعني على صعيد جميع الأسواق مستمرة، يعني عم نشوف ضغوطات بيعية من قبل بعض المستثمرين على أسهم وقطاعات قيادية بقلب الأسواق، ولكن الملفت هي أحجام التداول اللي عم بتكون ضعيفة، منا عم تخلق حالة من الهلع أو بانيك سيلز بقلب الأسواق، بالعكس تماما، يعني عم نشوف تداولات فردية إذا بدنا نقول، أو حتى المستثمرين الفرديين هن اللي عم بيضخوا بتداولاتهم بهذه الفترة بقلب الأسواق، يعني بيختفي بهذه الفترة المستثمر المؤسساتي من التداولات أو من الصورة بقلب الأسواق، خاصة إنه ما في أخبار جوهرية تكون هي عم بتكون المحرك الأساسي بقلب الأسواق. يمكن الضغوطات الأكبر يلي عم نشهدها بهذه الفترة هي على المؤشر القطري يلي صارت التراجعات تبع تقريبا وصلت لمرحله انه قلص جميع الارباح تبع العام لتقريبا 1% منذ بدايه العام لليوم. الضغوطات اجمالا عم نشوفها على القطاعات الرئيسيه، مثلا القطاع البنكي بقطر، القطاع العقاري بسوق دبي المالي، ولكن الملفت انه عم نلاقي تفاعل من قبل المستثمرين على الاخبار اللي عم تصدر من قبل شركات يمكن بفتره من الفترات كانت متعثره، ورجعنا عم نشوف هلا نوع من محاولات للنهوض فيها. مثلا في عندنا الخليج للملاحه صباح اليوم اعلن عن توقيع اتفاقية غير ملزمة لإدخال شريك استراتيجي على الشركة، يقدر أنه يدخل من نوع من السيولة أو الكاش على الشركة ليقدر ينقذها. هلأ الخليج للملاحة كان صار له فترة يعني بنسمع أنه عم بيجربوا يحاولوا أنه يقلصوا الديون اللي موجودة عنده، ويحاولوا أنه يرجعوا إعادة هيكل اللي تنعمل للشركة لحتى يقدروا ينقذوها. عم نشوف اليوم الارتفاعات تخطت 12% على السهم، وهو تقريبا أكثر من ثلث حجم التداول بقلب الأسواق. عدا عن الأخبار يعني تصدر من قبل شركات، ما في شيء جوهري بقلب الأسواق. صحيح، شكرا لك يا ماري على هذه التحديثات.